يعني التركيز على هذا الجانب من تطبيق الشريعة الإسلامية هي التركيز من جانب الفكر الغربي والغزو الفكري الذين يعني يتركزون على هذا الجانب من الشريعة الإسلامية. ولكن طبعا يعني هناك للشريعة الإسلامية جانب آخر وهو العدل، وكذلك يعني إعطاء الحرية في كافة المجالات في الدين، في المذهب، في الثقافة، ويعني في كافة الأبعاد التي نعرفها. ونعرف جيدا أن الشريعة الإسلامية في تاريخنا السابق لما كانت مطبقة من جانب الحكومات، كل العالم حصلوا على حقوقهم وحرياتهم، حتى القيادة لما كانت بيد الأمة الإسلامية قبل 100 سنة كانت العالم تعيش بأمان وباستقرار، حتى الدول الغربية والدول الكافرة. ولكن بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية نجد أن يعني العالم بدأت بالحروب، الحرب العالمية الأول، الحرب العالمية الثاني، وهذه الحروب التي حاليا نشاهدها في الشرق الإسلامي كلها نتيجة خروج القيادة الإسلامي من يد المسلمين وحصولها بيد الغربيين أو الدول الكافرة. هذه نقطة. والنقطة الأخرى طبعا يعني حركة طالبان تحاول يعني لتطبق الشريعة الإسلامية، وهذه كما قلت لكم ليس مطالبة لحركة طالبان فقط، بل هي مطالبة شعبية. الشعب الأفغاني شعب مسلم، ولقد ضحت لأجل هذه القيم العظيمة ولأجل هذه القيم الإسلامية، فهم يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية في كافة المجالات بما في ذلك الحدود. والحدود نعرف أنها جزء من الشريعة الإسلامية، وطبعا تطبيق الحدود والقصاص، ولكم في القصاص حياة، هذا يعني نعرفه جيدا. يعني قبل أيام كان الاختطاف كثر في مدينة هيرات بغرب أفغانستان، فلما مكسوا على 4 من رجالات المختطفين وأجري عليهم حكم الإعدام، فوجدنا أن الأوضاع بدأ إلى الهدوء وصار المدينة آمنة. فلا شك يعني تطبيق هذه القضايا يعني أو هذه الحدود يعني تأتي بالأمن وبالثبات وبالاستقرار الأمني. نحن كنا نشاهد خلال 20 سنة التي كانت تعيش أفغانستان تحت احتلال الأمريكي، أو كانت تعيش تحت حكم نظام ديمقراطي، يعني كنا نشاهد الفوضى، وكنا نشاهد الفساد المالي والفساد الأخلاقي، وأوصلت البلد في أول القائمة من الفساد على مستوى العالم. ولكن حاليا نرى أن البلد تبدأ تدريجيا ولله الحمد تتمتع بالأوضاع الأمني والاستقرار الأمني. فهذا كلها يعني نتيجة الاهتمام بتطبيق الحدود الشرعي على الأراضي الأفغانية.